بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء زيارتنا لجمهورية السودان الشقيقة للاطلاع على المشاريع التي تقوم بها هيئة الأعمال الخيرية، قمنا بزيارة أحد المساجد الذي هو قيد الإنشاء للمتبرع الأخ سعيد الرقباني الموجود في ضواحي مدينة الخرطوم، والذي يتسع ل 500 مصلي من النساء والرجال. والله سبحانه نسأل الله سبحانه وتعالى يبني له بيت في الجنة زي ما بنى الله سبحانه وتعالى للمسجد في الجنة. نسألكم نسأل الله سبحانه وتعالى الشكر لكم كلكم إن شاء الله، يعني واسدونا فيه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.